بلاديك بالماء تصور الحراره الاخرى اللي باش غادي عندها بين 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 باش نمشيو ليها حتى هي اكثر من هذه هي في الحاله. واخ واخ احنا معك انا معك. اذا مرحبا متتبعي قناه شوف تيفي من خلال المباشر. احنا في اليوم الخامس من شهر رمضان، يعني عاصفه رعديه جد ضربات هنا من يعني جماعه السويهله اللي تابعه العمالات مراكش، يعني كما تشوفوا الان من خلال المباشر يعني محصول كله هو مشاء ديال يعني الدلاح بالاضافه الى مشماش كما تشوفوا من خلال هذا المباشر اللي احنا الان فيه. يعني الدلاح كان الفلاحه يعني على امل انهم باش ان المحصول هذا يخرج يعني للاسواق. كانت واحد العاصفه رعديه نهار السبت ياك يوم السبت نهار الجمعه بالليل، يعني ضربات يعني هذا المحصول يعني تقريبا 4 ديال الهكتار في هذه المنطقه يعني ديال الدلاح كلها هي مشات. والفلاحه يعني تنعرفوا بانه يعني السنه بكاملها وهما يعني تيوجدوا لهذا الموسم هذا باش انهم هذا المحصول هذا يوفروه يعني الاسواق يعني اللي قدر الله وما شاء فعل 10 هكتار، يعني قدر الله وما شاء فعل يعني قدر الله هذا لا رجعه فيه، ولكن عندهم طلب يعني بيوجهوه للمسؤولين باش انه تفضل معنا سيدي انت كفلاح هنايا فلاح يعني بسويهله هنا دوار الحرش ياك. يعني شنو الضرر اللي عندكم شنو توقع لكم بالضبط؟ كما كتشوف هاد الضربه جات نهار الجمعه في العشيه كان تبروني كثير، دار خساره كثيره بالنسبه للدلاح ولا المشماش كتشوف يعني ما خلات والو. وكنطلبوا من الله وجلاله الملك ووزاره الفلاحه باش تعاون شويه هاد الفلاحه راه مضرين شويه. نعم شحال خسرتوا تقريبا على هاد المحصول هذا؟ تقريبا كل هكتار كيدي 3 ملايين 3.5 ملايين ثلاثة. نعم. أما المشماش راه تقريبا الشجرة دائما كل عام خصك ليها باش تشربها، كل عام خصك ثاني عام آخر باش تقاومها تلقى حية تشربها خصك ليها. يعني هذا الشيء ما بقى خدام حتى شي حاجة؟ هذا الحب اللي بقى فيها ما بقى والو. نعم. يعني انتم شنو الطلب ديالكم بالنسبه يعني لوزاره الفلاحه والمسؤولين؟ كنطلبوا من المسؤولين وجلاله الملك باش كان شي تعويض يعاوننا، وهذا الله يجعل بقدر اللطف داكشي كثير. بالنسبه لك سؤال يعني تيسولوه دروك الناس، علاش ما تتسوريوش انتم هاد المحاصيل ديالكم؟ علاش ديروا؟ ما كانش على بالنا باش نسوريو ولا ما كانش هي صوره دروك نسوريو ان شاء الله والخير. لما كانش على بالنا بلا وقت تسور الفلاحة ولا كاينش توعيه. نعم توعيه ما كاينش باش كلشي. يعني هنا المندوبيه تاع وزاره الصحه ما قايماش بالدور ديالها باش تساعد الفلاحه؟ لا لا. نعم الشريف تفضل. يعني انت يعني عندك ارض تدير فيها الدلاح ياك؟ عندي ارض تندير فيها الدلاح. شحال من هكتار مشى لك تقريبا الشريف؟ شي 8 هكتار ديال الدلاح. 8 هكتار ديال الدلاح مشات كلها هي؟ كلها هي، لحقا بقات لها شي 6 ايام 7 ايام دخل السوق وما بقى فيها والو. ما بقى فيها والو، يعني كلشي المحصول كله وادي الدلاح تضرب كله قلعتو. دروك انا قلعتو شديت ليه تقريبا الخدامه كله هو قلعتو، عاد الضومانديت اخرى زريعه اخرى جدتها ثاني باش انك تعاود تزرع عاوتاني ثاني باش نخلصوا هذوك صحاب الدين اللي تيتسالونا. نطلبوا من الله سبحانه وتعالى يجيب الله شي امان باش نعاودوا ثاني نفكوا هذاك الشيء ونفكوا صحاب هاد الناس اللي تيتسالوني هاد الشيء ديال الكريدي. واش فعلا انتم يعني الكريديات تشدوا كريديات باش انكم ديروا هاد المحصول هذا باش تردوا الكريدي ديالك؟ اذن الغبار تنشدوا حنا بالكريدي، الصمته بالكريدي، الباياج تيدير 460 الكيلو تنشدوه بالكريدي، النبته تنشدوها بالكريدي حتى هي 76 ريال النبته، راه 30000 ديال الزريعه شادين ليه نعم اسيدي. وكلشي مشى؟ كلشي مشى وغادي تمشي تشوف. الله غادي يخلف. الله اللي يخلف. يعني وشنو الطلب ديالكم انتم كفلاحه؟ كنطلبوا من الله والمسؤولين يعاونونا شي شويه، حتى حنا في هذا الشيء راه مهرودين، حتى حنا راه الطرف ديال الفلوس مصيري. نعم مع يعني الظرفيه ديال حاله الطوارئ اللي تتعرفها البلاد ويعني وهاد كورونا، يعني كان عندكم امل انه هذا المحصول يعني يكون يبقى مستمر؟ غادي يكون هذا الشيء تنطلبوا. كنا هذا الشيء نعم اسيدي راه 15 يوم غادي ندخلوا الاسواق وندخلوا لكذا و... نعم خليك معايا. نعم تفضل. يعني كنتو تتمناو انهم 15 يوم يدخلوا الاسواق والدلاح ديال السويله معروف؟ معروف
معروف. نعم. انت اخويا كفلاح، حتى انت راه فلاح كجميع الفلاحه. يعني شديتو كريديات من البنكة ولا من؟ لا شدي الكريديات كلشي، حاط الشيك مضامنة كله. واش حاط؟ حاطين شيكات ضمانة. حاطين شيكات مضامنة في هادشي. شحال خسرتي تقريبا الفلوس الشريف؟ او غادي نخسر على واحد 8 الملايين ل 10 الملايين. 8 الملايين اللي خسرتي على هذا المحصول باش انه جات؟ اي باش ناكلوا شويه، وجا هذا القدر من عند الله تعالى، نطلب الله تعالى يدير. يعني وكان شي اتصال من الوزاره، مشيتوا عند المسؤولين هنايا؟ لا مازال ما مشيتوا حتى شي مسؤول، ما اتصلتوا حتى شي مسؤول؟ مازال ما اتصلنا حتى شي حد. والمسؤولين في راسهم بان المحصول ديالكم مشى كله هو؟ لا مالي الشاكات راه في راسهم. واش يقول لكم الناس اللي شديتهم عندهم؟ تفضل اجي سيدي، زيد زيد، هذه فرصه لكم تكلموا على الدار. هذه ثلاثه خسرات حنا تضربنا التبروري، ما عمر شفنا شي مسؤول. قال لك جاوا الناس الفلاحه. نعم جاوا الناس الفلاحه، جاوا وشافوا الضرر. شافوه. اجي سيدي دوينا، قلنا بلاتي بلاتي. ما عمر شي واحد هذه الثلاثه. بلاتي باش نتفاهموا، الله يجازيك بخير. واش جاوا الناس المسؤولين ديال الفلاحه هنا؟ هذاك المديريه ديال الفلاحه قيدت هذا الشيء وقال لك شحال نقدر هنا. قال لهم ودي على حسب، كاين 12 قطار 14 غير في هاد الدوار الحرش ديال الدلاح، كاين تقريبا واحد 50 قطار ديال المشماش والزيتون. كل واش يعني عنده، كل واش عنده، كل حاجه عنده، العنب التفاح. واش قال لكم باش وعدوكم؟ باش نعطي واحد بلاتي بلاتي بلاتي، خليه غير يسالي. شوف انا معاك، شوف انا الهضره باش تقول له هادو ما كاينش هادشي تيجي شي واحد. واخا راه ثلاث سنين تنضرب، والله يرحم عليك. يعني ثلاث سنين وانتم تضربوا؟ ما عمرش جا شي واحد باش تقول لي جا شي مسؤول ولا قيدنا ولا شي حاجه. ما كاينش اش حنا انا مضروب 8 ليكتر، انت هنا 4 ليكتر، يا 11 قطار ودايرين في الدوار 15 قطار، راه فايده واحد 50 قطار ديال الدلاح كاين في المنطقه. باش تقول لنا حنا 14 قطار ولا كل عام تنخسروا 30 مليون 40 مليون 50 مليون. كاين العام اللي تنخدموا حنا عامين عاد تنخلصوا ذاك الكريدي. عامين تتخدموا على محصول؟ عاد نخلصوا هذا الكريدي ديال هذا العام. هذا السيدات اللي ضاع وانا اللي ضعت، خصني نخدم عام ولا عامين عاد نخلص هذوك المايين الشيكات. يعني دروكا نسولك الشريف، يعني الا ما لقيتوش باش تخلصوا هاد الكريديات ديالكم في هاد اللحظه هادي، دروكا محصول مشى كله هو؟ نمشيو ديال الودايا، ماشي ما كاين حتى مشكل. نمشيو ديال الودايا نقعدوا فيه واحد 6 شهور يقضونا ولا عاده حتى يكون الحل وصافي. هادشي هو يعني ما كاينش شي حل. حتى الناس اللي عاطينكم الكريديات ما كاينش الحل. شهر 6 داير معاك السيد لا شهر 7 تحط ليه ديالو، حتى هو راه شاد لانكريب الشيك مول الغبار، حتى هو غير شاري مول التيو، حتى هو كلشي الناس راه تتعامل غير بالشيك. نعم وما كاينش شي تدخل من الحكومه ولا شي مسؤول او لا كذا، كذب عليك الكذاب. هادشي اللي كاين عام سيدي. اذا كما سمعتم متتبعي قناه شوف تي في، يعني الناس شادين الكريديات سير الحاج ديال الكمامه كما تتشوفوا. يعني متتبعي قناه شوف تي في، يعني تبارك الله 50 هكتار ديال الدلاح كلها هي مشات، يعني ما بقى فيها والو. الناس دافعين شيكات باش شدوا الانكري، شدوا السلعه، شدوا الزريعه، المشماش كذلك هو كذلك هما، يعني المحصول ديال المشماش حتى هو. اجي الشريف اجي، ارى هذاك الدلاح، ارى هاك تشوفه. انا هادي دوكا ما بقات خدامه والو، لا الدلاح ما بقات خدامه حتى شي حاجه. مشات هادي هي اللي ضربات التبروري ديال نهار الجمعه. قدر الله 20 كيلو بغات تكون فيها. 20 كيلو هي الله لحقات 3 كيلو جا هذا القدر. ولا اله الا الله، قدر الله، قدر الله، قدر الله الشريف. وان شاء الله الرساله ديالكم غادي توصل ان شاء الله. الرساله الشريف بنا نسولك واحد السؤال، يعني شنو الطلب ديالكم انتم كفلاحه هنا بجامعه السويله دوار الحرش اللي دايرين عندكم مشماش وعندكم الدلاح اللي مشى لكم محصول كله، باش تطلبوا شنو مطلوب الطلب ديالكم لوزاره الفلاحه للحكومه للمسؤولين؟ كنطلبوا من المسؤولين وزاره الفلاحه شويه الدعم للفلاحه، راه ضاعوا باش يستمروا في هذه الفلاحه ديالهم، باش حتى داك الشجر يعوضوها. كاين شجر اللي مشات يتعاون معنا شويه الى سبحان الله. نعم يعني بيتوا انه تدخلوا مسؤولين، مسؤولين يتدخلوا باش نعم يتدخلوا باش يشوفوا يحصيوا هذا الشيء اللي يجي ويشوفوا يحصيوا وشوفوا هذا الشجر اللي كبس لينا. يعني شحال تقريبا 50 هكتار اللي مشات كلها ديال الدلاح ولا مشات؟ دابا دروك هاد الدبروري دا واحد تقريبا واحد الكيلومتر مشى ما يجمعش الفلاحه كلشي، دا واحد الطرف العنب مشماش الدلاح اللي جا في طريقه. اذا كما تشوفوا متتبعي قناه شوف تي في من خلال المباشر، يعني تبارك الله ما
محصول ديال العام موسم كامل وتيقولوا في اللحابه انه تيقعدوا عامين يلا تيردوا هذيك يعني الكريديات اللي عليهم الناس الدروغريات اللي تيشدوا عندهم هادشي ديال الفلاحه كما تشوفوا الان في خلال هذا المباشر يعني تقريبا محصول كله ديال السنه كلها هو اللي تيخدموا عليه عامين باش يلا تيردوا ديك الكريديات الان ما عندهمش باش يردوا الكريدي يعني دافعين شي كات على امل انه هذا المنتوج يخرج كان امل انه هذا المنتوج يخرج ويعني يرد يعني بالتدريج يردوا الناس دايرين معاهم شراء يردوا الكريديات ليهم على العموم هذه رساله يعني لوزاره الفلاحه والحكومه وكذلك المسؤولين انهم يتدخلوا الفلاحه ديال جامعه السويله اللي تضر بشكل كبير تنشوفوا حتى المشمش حتى هو مشى يعني محصول كبير مشى كبير ديال الفلاحه ديال المشمش هذا الموسم كما سبقنا ودرنا فيه يعني كنا درنا جوله فيه يعني قبل قليل اذا على العموم هذه تنتمنى لكم انكم تبارطاجوا معنا مزيان متتبعي قناه شوف تي في هذا اللايف باش ان الرساله ديال هذا الفلاحه في جامعه السويله دوار الحرج توصل للمسؤولين باش يتدخلوا ويجيو انهم يساعدوهم خصوصا انهم عليهم الان كريديات عالقه على الدين ديالهم خصهم باش يردوها اذا على العموم هذه رساله لمن يهم الامر تحياتي متتبعي قناه شوف تي في شكرا لكم على المتابعه نتمنى لكم الصحه والسلامه والعافيه شكرا على هذه المتابعه.